في حي الأصاعب بالعاصمة دمشق أشعل بعض الأشخاص أضواء شجرة عيد الميلاد ضمن استعداد الحي للاحتفال بأعياد رأس السنة، ولكن على مبدأ المكتوب مبين من عنوانه، مثل ما قال أهل الحي، ما صمدت شجرة عيد الميلاد إلا لساعات قليلة قبل ما تشتعل النيران فيها لتفسد على الحضور أجواء الاحتفال ولتتحول صور وفيديوهات احتراق الشجرة لواحدة من المواد الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا. بداية خلونا نشوف واحد من الفيديوهات المتداولة ونرجع نكمل الحديث. طبعاً تنوعت أسباب حرق الشجرة، فالبعض قال إنه الأمر ناتج عن ماس كهربائي، بينما ربط آخرون هذا بالألعاب النارية اللي أطلقها البعض باتجاه الشجرة. ننتقل لقراءة التعليقات مع أول تعليق من حنان مرجان يلي قالت: احتراق شجرة عيد الميلاد في حي القصاع بالعاصمة دمشق سنة خير باينة من أولها. أما لورين علي فقالت: إجت الحزينة لتفرح، ما لقيت لحالها مطرح حتى بالكريسماس تنحرق الشجرة. أما صخر إدريس فقال: الشجرة مو متعودة لا على الكهرباء ولا على الزينة ولا على الاحتفالات أساساً، فأخذت الموضوع من قصيره وحرقت حالها فوراً. أما معد اليونس قال: لقيت الضوء ضعيف قامت اشتغلت مشان تنور على الحاضرين. نحن ثوار نسعى لاستقلال بلدنا من هذا النظام الدكتاتوري. والله العظيم والله العظيم كل ما اشوف انسان مقتول منا او منهم بزعل، قسما بالله قسما. مهمتنا الحاليه هي حمايه المتظاهرين العزل المطالبين بالحريه والديمقراطيه. اللي خلينا انه صور هاي المدى، ما بتشوف كثير نساء، بتشوف كثير اطفال، بحس حتى في التقصير وبترخص روحك عليك. ما زلنا مستمرين، صورتنا ستستمر حتى النهاية مهما كلفنا الثمن. نحن في الأخير 20 مليون مواطن نفخر بكل شهيد ونتأسف بنفس الوقت ونقول بؤس نظام يقتل شعبه.